فنانين وفنانات انفصلوا في 2020 وحتى الآن منهم طلاق بعد 20 يوم زواج، وأحدهما صدمت الجميع. طلاق الفنانين في 2020 شغل اهتمام الكثيرين خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعدما توالت أخبار الطلاق تباعا في أول شهرين من العام، فأصبح العام الجديد لدى بعض النجوم بمثابة صداع يؤرق استقرار حياتهم الشخصية. ونرصد لكم في التقرير التالي أحدث حالات طلاق المشاهير في العام الجاري من الأقدم للأحدث. انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان. أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا في 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا. وعلقت أصالة على الصورة: صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن، أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يسنيني هم عن إتمام عملي بالشكل المشرف. ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي. هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه. طلاق الفنان المصري محمد رشاد والفنانة مي حلمي. بعد زواج استمر عام ونصف فقط، صدم الكثيرون بخبر انفصال الفنان محمد رشاد وزوجته المذيعة مي حلمي. وكشف محمد رأفت محامي محمد رشاد في تصريحات صحفية أن الطلاق وقع بشكل رسمي منذ أيام قليلة، وإنهما لم يخبر أحدا بذلك، موضحا أن زيادة المشاكل بينهما واختلاف وجهات النظر أدى إلى اتخاذ القرار بالانفصال. يذكر أن الإعلامية مي حلمي أعلنت في مقطع فيديو منذ فترة إنها تعيش في معاناة مع محمد رشاد بسبب أحد المنتجين الذي هددهم بالحجز على ممتلكات منزلهم دون سابق إنذار بسبب شرط جزائي في عقد زوجها معه يفيد بدفعه 5 مليون جنيه له. طلاق جيهان منصور. في شهر فبراير الماضي أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر فقط من الزواج. وكتبت الإعلامية جيهان منصور أن الزواج تم سريعا وإنه تم الطلاق في سبتمبر ولم تحصل على فرصة للتفكير. وأضافت جيهان منصور قائلة إنها رفعت دعوى قضائية لتحصل على حقوقها الشرعية وتنتظر فقط شهور العدة. وتزوجت جيهان منصور من رجل الأعمال مجد جميل في أبريل الماضي. طلاق نوال الزغبي. وفي آخر شهر فبراير أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال استضافتها في برنامج منا وجر الذي يقدمه بيار رباط ويعرض عبر قناة ام تي في، انها طلقت رسميا منذ 3 أشهر من والد ابنائها إليا وديب. واوضحت نوال الزغبي انها منفصلة عن والد ابنائها منذ 12 عام وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي الا قبل 3 شهور. وعن سبب عدم اعلانها الامر قالت انها تحترم اولادها وشعورهم لانه في النهاية والدهم. انفصال الفنانة المصرية انغام واحمد ابراهيم. انفصال انغام واحمد ابراهيم. علم صدى البلد من مصدر مقرب ان النجمة انغام انفصلت رسميا عن زوجها الموزع الموسيقي احمد ابراهيم منذ عدة اسابيع دون ذكر الاسباب. وحذفت الفنانة المصرية انغام زوجها الفنان احمد ابراهيم من قائمة المتابعين عبر حساباتها على موقعي التواصل تويتر وانستغرام. ومن ناحية اخرى وجه الموزع الموسيقي احمد ابراهيم
إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع فيسبوك، وعلق على الصورة: في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي، في غيابي عرفت قيمة ولد الأصول اللي بيتكوا ربنا بجد مراتي وأم ولادي. وكتب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة أنغام التي انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وكتب الفنان أحمد إبراهيم في منشوره: الست دي أنا بحبها والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها. إحنا تحملنا سوء تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصيتنا، وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا، وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدا، واتهام لها بخراب بيتي زور. وتابع أحمد إبراهيم: النهاردة مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها او ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها كررته في أكتر من لقاء، مش أول مرة، ومستعد أبنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده ليسيء لأنغام، بالعكس هي تحترم ده فيا. أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم، وكنت وما زلت بشوفها الأجمل، وبقول كنا سعداء لآخر لحظة، ما يؤكد حدوث الانفصال. وأضاف أحمد إبراهيم: نجحنا نجاحا ساحقا في العمل، كنت أتمنى تكراره لو جدرنا البعد، فمش هغير من مشاعري حاجة، بالعكس هتزيد، واحترامي لها محفوظ. أكتر من 17 عام مميزا في عملي، محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر، وجمهورها ساندني كثيرا. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتب لها الصالح، إلا أول البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة. وفي سياق آخر، هناك عدد كبير من الأخبار والشائعات التي طالت عدد كبير من الفنانين والفنانات عن انفصالهم. حقيقة انفصال الفنان المصري حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم. طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وحذفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صورها من حسابها في موقع انستغرام. وحذفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صور زوجها حسن الرداد من حسابها في موقع انستغرام. تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى مواقع إخبارية فنية خبرا يفيد انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد زواج دام قرابة 5 سنوات. وتصدر انفصال الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، وذلك بعد أن قامت الفنانة إيمي بحذف صور زوجها من على حسابها في انستغرام. وبحسب تلك المواقع التي أكدت أيضا أن الطلاق تم بشكل سري لتعود الفنانة وتستقر في منزل والدها الفنان سمير غانم. وبالتحقق من الخبر نجده زائفا، فسرعان ما نفاه حسن الرداد على حسابه في موقع تويتر قائلا: الصحافة الصفراء لا تنتهي للأسف، في بعض المواقع لا زالت تبحث عن ترند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب، احترموا مهنتكم. وأعادت الفنانة إيمي سمير غانم نشر صورة لما كتبه زوجها معلقة بكتابة يس، كما تأكد أحد المصادر المقربة بأنها لم تحذف صور زوجها من على حسابها الرسمي في موقع انستغرام كدلالة على الانفصال. وكان كلاهما تزوجا في نهاية عام 2016 في حفل أقيم على شاطئ البحر في مدينة الجونة. الفنانة أحلام وزوجها: هل الطلاق قريب؟ 8 يوليو 2020. غسان
وهبة، أحلام الإماراتية أحلام وزوجها، المطربة أحلام، طلاق أحلام، كلها كلمات تصدرت الترند في الوطن العربي والخليج بشأن انفصال الفنانة الإماراتية عن زوجها. نجحت أحلام وزوجها خلال سنوات لست بقليلة في ضرب مثال رائع لعلاقة الزواج الناجحة والمستقرة، ولكن يبدو أن عين الحاسود نالت أخيرا منهما، حيث نقلت مصادر مقربة من أحلام أن تجدد الخلافات بين أحلام وزوجها كانت سببا في انتقال الزوجة لبيت منفصل مؤخرا، حيث قررت أن تغادر منزل الزوجية في الدوحة إلى بيت آخر بمثابة شاليه أو منزل الأجازات. ولكن هذه المرة طالت الأجازة. أحلام من جانبها تجاوزت حالة الغضب إثر خلافها الأخير مع زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، وتسعى حاليا لاحتواء المشكلات وعدم الوصول للطلاق. فهل تنجح أحلام في الحفاظ على الزيجة التي حسدها عليها الجميع، أم تفشل في ذلك؟ حقيقة انفصال الفنان السوري عباس النوري وزوجته. انتشرت مؤخرا شائعات حول طلاق الفنان السوري عباس النوري من زوجته الكاتبة السورية عنود الخالد، وذلك بسبب ما نشر في الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للكاتبة عنود الخالد، حيث أعلنت من خلالها أن الانفصال قد حصل بينها وبين زوجها الفنان عباس النوري، وسرعان ما نفت الفنانة شكران مرتجي ذلك، مؤكدة أن جوال عنود الخالد قد سرق بالفعل وتم اختراق صفحتها الشخصية ونشر تلك الأخبار والشائعات. وفي السياق ذاته كذب الفنان عباس النوري تلك الشائعات المتداولة من خلال ما نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شارك متابعيه بصورة له برفقة زوجته وعلق قائلا: ضحكة حلوة من القلب تكفي لتجعل حياتك عامرة بالحب والتفاؤل، شكرا زوجتي عنود الخالد لحرصك على أن تبقى تلك الضحكة مفتاح كل يوم جديد في حياتي. كما نشرت مؤخرا شركة غولدن لاين مقطع فيديو قصير من كواليس مسلسل طبق الأصل، رصد زيارة الكاتبة عنود الخالد لزوجها النجم السوري عباس النوري، نافية بذلك كل ما نشر في الأسبوع الفائت. الجدير ذكره أن الفنان السوري عباس النوري يواصل تصوير مشاهده في بطولة مسلسل طبق الأصل من إنتاج غولدن لاين وإي سي ميديا، وسيناريو وحوار إسلام الكسيري وإخراج علي محي الدين علي.